حياكم مشاهدينا مجددا مع اخر محطات في حلقه الليله من برنامجكم من عمان، وهذه المره لا شيء جديد اصدار الكاتبه وضيفتنا القادمه، هو اصدارها الاول، اختارته ان يكون باللغه الانجليزيه. باسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بالكاتبه والصحفيه خوله بنت سلطان الحسني. استاذه خوله مساك الله بالخير، نبارك لك ايضا هذا الاصدار. اهلا وسهلا فيك راشد، واهلا وسهلا في عايده، واشكركم على هذه الاستضافه، واتمنى ان يكون يعني يكون كتابي يعني اضافه للمكتبه العمانيه ان شاء الله. طيب خوله، لا شيء جديد، نتعرف على مضمون هذا الكتاب وكيف جاءت تسميته لا شيء جديد. الكتاب يحتوي على مجموعه من المقالات التي كتبتها في جريده الوطن لمده 7 سنوات، وهنا اشكر جريده الوطن على اتاحه الفرصه لي للكتابه بشكل اسبوعي في عمودي ثلاثي الابعاد، وايضا به مقالات كتبتها في مجالات متخصصه سواء كان داخل السلطنه او خارج السلطنه. المقالات موجوده باللغه العربيه، فارتأيت ان اترجمها للغه الانجليزيه واجمعها في كتاب بحيث يكون للقارئ للغير متحدث باللغة العربية يطلع على أفكاري وعلى أفكار المجتمع العماني والمواضيع اللي نطرحها بشكل أسبوعي. طيب هذا جديد، ليش سميتي لا شيء جديد؟ هو لا شيء جديد هو بالنسبة للأفكار التي تطرح ككتاب أعمدة وككتاب مقالات، نتشارك في الهموم ونتشارك في المواضيع والقضايا اللي نطرحها، فهي لا جديد بالنسبة لهذه القضايا نطرحها بشكل أسبوعي. يعني ممكن نفس القضية أطرحها أنا ويطرحها كاتب آخر أيضا، فهو لا جديد بالنسبة للقضايا أو المواضيع اللي تطرح، وقد يكون الجديد فقط في الأسلوب أو أسلوبي أنا ككاتبة يعني. هذا الكتاب طبعته وزارة التراث والثقافة في دار الانتشار العربي. نحن نريد نتعرف من خلال خولة على أهم الموضوعات اللي دارت في هذا الكتاب، طبيعة هذه المقالات حتى تقدم صورة المجتمع العماني للمجتمع الإنجليزي. نعم، بداية بغيت أطرق إلى نقطة أنا ليش ترجمته اللي تجربة سابقة تقريبا من سنتين، كنت في زرت أحد القرى الألمانية تدعى رينهاوزن، يتبعد تقريبا مسافة ساعتين من العاصمة الاقتصادية لألمانيا فرانكفورت. كتبت عن رينهاوزن مقال كان باللغة العربية على جزئين، وارتأيت أنه أنا أترجم إلى اللغة الإنجليزية حتى أوصل ما كتبت عن تلك القرية للألمان نفسهم أو للدول الأوروبية، ووضعته في أحد المواقع الإلكترونية، والمقال لاقى صدى كبير يعني. ولذلك أنه ترجمت المقالات هذه للإنجليزية. المقالة طبعا اخترتها بعناية، مجموعة من المقالات النقدية ومجموعة من المقالات الثقافية ومقالات اجتماعية، مقالات كتبتها انطباعي لدول زرتها سابقا، واخترت مجموعة منها ووضعتها في هذا المقال، وأتمنى يعني تكون يعني يستفيد منها القارئ، وسواء كان القارئ حتى يعني باللغة العربية أو القارئ اللي هو متحدث باللغة الإنجليزية أيضا. طيب خولة، يعني هذه المقالات هي حصيلة وحصاد لسبع سنوات من كتابة المقالات في جريدة الوطن مثل ما ذكرتي. ما جمعتيهم في كتاب أيضا باللغة العربية على طول؟ باللغة العربية إن شاء الله في مشروع قادم، ولكن ليست المقالات نفسها. أنا أشوف المقالات القادمة إن شاء الله راح أجمعها في كتاب أيضا، بحيث أنه اللي ما طلع عليها في عن طريق الجريدة أو عن طريق المواقع الإلكترونية، لأنه الحين الجريدة أصبحت إلكترونية، فممكن أي واحد يدخل يعني يريد يبحث عن أي مقال يدخل على المواقع الإلكترونية ويبحث عن المقال، ولكن إن شاء الله. لكن بالنسبة لك خطوة لتوثيق هذه المقالات أيضا، جميل. أيوة، كنوع من التوثيق. إن شاء الله راح يكون الكتاب في المرحلة القادمة. أتمنى إن شاء الله على المعرض الكتاب اللي بعد القادم يكون موجود الكتاب باللغة العربية. المعرض القادم راح يكون هذا الكتاب إن شاء الله، و2016 يكون جديدك إن شاء الله. إن شاء الله، وأتمنى يكون أيضا إلى لغات أخرى يعني. إن شاء الله. في كثير شجعوني بحيث بعد اللغة الإنجليزية ممكن يكون إلى لغات أخرى. صحيح. كاللغة مثلا الألمانية واللغة الروسية وغيرها من اللغات يعني. طيب، يعني انت هذا الكتاب عباره عن حصيله مجموعه من المقالات، نحن نعرف ان كتابه المقالات ايضا تحتاج الى درجه كبيره من الحضور، من بحث عن مواضيع جديده، الى اي درجه يعني كتابه المقالات تشكل لك يعني عامل ممتع وايضا ما صعب لانك تبحثي عن جديد؟ نعم، هذه المره هي كتابه المقالات بالنسبه لي شيء ممتع، ولكن في نفس الوقت هو شيء متعب. يعني البحث عن الفكره وبشكل اسبوعي، يعني انه تكتب مقال بشكل اسبوعي هذا ليس بسهل. لابد ان تبحث عن الفكره أو القضية أو الموضوع الذي تكتب عنه، وبعدين كيف تبدأ تلك الفكرة، كيف توصلها للقارئ، وخاصة أنه ما شاء الله في الحين مجموعة من كتاب المقالات والأعمدة، فهي البداية، وكيفية كتاب المقال وكيفية اختيار الموضوع جدا صعب،
وليس بالسهل. ولذلك أنا دائما بعد كتابة أي مقال اللي طبعا طقوسي الخاصة عند كتابة المقال، لا أكتب في أي وقت ولا أكتب في أي مكان، عندي مكاني الخاص، عندي وقتي الخاص. بعد الانتهاء عادة من كتابة المقالات أحس كأني أنجزت مشروع كبير، أكافئ نفسي يعني بشيء ما. طيب خولة، متى صدر هذا الكتاب؟ الكتاب صدر طبعا عن طريق وزارة التراث والثقافة، وطبعته دار الانتشار العربي. هي النسخة الأولى طبعا. أيوة النسخة الأولى. نعم أنا استلمت تقريبا من أسبوع. نعم. وبدأت بتوزيعه. حتى الآن كيف شفتي الأصداء على الكتاب؟ الحمد لله. أنا وضعت طبعا عن طريق موقعي في تويتر، وضعت أنه أنا استلمت نسخة من الكتاب، وكان لاقى استحسان كثير من القراء، والكل يطلبني يعني أنه أريد نسخة أريد نسخة. فأتوقع أنه النسخ راح تخلص يعني بعد، لكن بتكون بشكل أكبر في معرض الكتاب إن شاء الله. راح تكون طبعا متوفرة في معرض الكتاب وفي ركنين، في ركن الانتشار العربي، وراح تكون موجودة في ركن وزارة التراث والثقافة. طيب. وأوجه لهم الشكر طبعا لأنهم دعموني كثير بالنسبة لهذا الكتاب، وكطباعة والتصميم أيضا شكل جميل أيضا، حتى الصورة اللي موجودة يعني. نعم الصورة حبيت أتكلم عنها، اللي هي للفنان إدريس الهوتي. نعم. وأوجه له الشكر، أهداني مجموعة من الصور من لوحاته، وأنا اخترت هذه اللوحة لأنها تعبر أيضا عن أو تعطي إيحاء عن معنى الكتاب اللي هو Nothing New. الوجوه تتشابه، لو نلاحظ أنه في الكتاب صحيح. هي مجموعة من الوجوه تتشابه، لكن أحيانا تعابير الوجوه أو الملامح تختلف يعني. نعم. طيب نحن معنا مجموعة من الجرائد التي تصدر والمجلات التي تصدر باللغة الإنجليزية، ما فكرت أن هذه المقالات أو تكتبي مقالات باللغة الإنجليزية؟ كتابة باللغة الإنجليزية يعني تقريبا بعيدة نوعا ما، ولما أفكر فيها يعني في الوقت الحالي، ولكن كترجمة أفكر بأن المقالات السابقة أو المقالات الجديدة بعد كتابتها فورا أقوم ترجمتها وأنشرها في الجرائد أو الصحف. حتى تنشر هذه المقالات المترجمة تباعا في هذه الصحف؟ أيوة في النية إن شاء الله، وأتمنى يعني بعد يمكن معرض الكتاب إن شاء الله راح تصدر هذه المقالات. طيب أيضا في خولة، ما فكرتي أيضا تكتبين في قالب آخر، قالب أدبي آخر، يكون كتابك القادم بمشيئة الله في الرواية في القصة في قالب غير المقالات؟ يعني هو الموجود، وخاصة أنه بعض مقالاتي يعني فيها اللي هو الأسلوب الأدبي. نعم. وأحيانا أبدأ كأنه من بالقصة يعني. فإن شاء الله أتمنى ذلك يعني، أتمنى. في كثير صراحة شجعوني، وما زلت يعني الفكرة إيش في راسي للدراسة، ولكن لم أستقر حتى الآن يعني. جميل. طيب أنت هذا الكتاب عبارة عن موضوعات ومقالات متنوعة، إلى أي درجة أيضا نقلت صورة المرأة الصحفية القادرة أن تبرز قضايا المجتمع، هموم المجتمع، ربما الفكرة الأكثر حضورا وانتشارا قدرة الرجل على النبش في هذه القضايا، لكن هذه المرة المرأة أيضا. أيوة. أنا إذا قصدك ككاتبة كامرأة، أنا دائما ما أتجه إلى هذا الجانب. أنا أكتب كإنسانة بغض النظر سواء كان يعني هذا الإنسان ذكر أو أنثى، هو يطرح مواضيع بالمجتمع ليست بنظرة أنثوية، أنا أطرحها بالنسبة كرأي كمواطن في المجتمع أو كإنسانة موجودة في المجتمع. يعني أبعد شوية عن الجانب اللي هو الذكوري أو الأنثوي، أحاول قدر الإمكان حتى لا أميل يعني الطرف على حساب الآخر. جميل. وحتى أكون أيضا متزنة في الطرح، وحتى أكون يعني يكون في نوع من الحيادية أيضا في الطرح. حتى في المواضيع اللي اتطرقت فيها في بعض المقالات يعني كتبت فيها عن المرأة، أنا لم يعني أنصفت المرأة والرجل في مقالاتي، لم أتجه إلى المرأة ولم أدافع عن المرأة بشكل كبير، ولم أقول أن المرأة حقوقها لم تأخذ، بالعكس هي أخذت حقوقها وزيادة والحمد لله، وإحنا في مجتمع المرأة فيها مقدرة وأخذت حقوقها وما زالت يعني، وهي متساوية مع الرجل. لذلك أنا دائما أكون حيادية حتى في طرحي بالنسبة للمواضيع. تعتقدين أن هذه يكون هدية جميلة تعطى عن المجتمع العماني لمثلا إذا حبينا نهدي؟ طبعا هي هذه هدية، وأنا هذا الغرض منه، أنه هي هدية من المجتمع العماني للمجتمعات الأخرى الغير متحدثة باللغة العربية، أو حتى للمجتمعات المتحدثة باللغة بالعربية. نعم. ولكن أيضا حابة تطلع على أفكارك، نحن ككتاب أعمدة والمواضيع اللي نطرحها بشكل أسبوعي والهموم التي تؤرقنا يعني. إذن راشد بإمكانك تهدي صديقك اللي في أمريكا هذا الكتاب. نعم. هذا الإصدار. نعم. وأيضا لجميع أصدقائنا الذين سيأتون في معرض مسقط الدولي للكتاب القادم بإمكانهم. طبعا هذا التشريف يعني أن يكون كتابي يوصل لأمريكا وللقارات الأخرى يعني. شكرا. وأتمنى ذلك. شكرا يعني. يا خولة، كل التوفيق ليك خولة بنت سلطان الحسنية، كاتبة وصحفية، على كل هذا الجديد حول كتاب لا شيء جديد. شكرا. الله يخليك. شكرا عايدة، وشكرا راشد. شكرا نورتينا.